وفي نشرتنا أيضا مسرور برزان يتعهد بتحويل التعاملات المالية في إقليم كردستان إلى إلكترونية خلال عامين، والاتحاد الكردستاني يؤكد أن لا عداوة مع الديمقراطي بل منافسة وجولة حزبية لتقريب الآراء بينهما. السيسي أمام قمة القاهرة للسلام: لا تصفية للقضية الفلسطينية بدون حل عادل، وأولى شاحنات المساعدات الإنسانية تدخل إلى القطاع، ونصيحة من بايدن لإسرائيل: لا تفتحوا جبهة حرب مع حزب الله.